عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لجريدة أصوات على التواصل معي. بغيت نقول سنة سعيدة لجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن، وسنة يا ربي مليئة بالأفراح والمسرات. ومنساش نهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الله ينصره، الله يخليه لنا، الله يطول عمره ويحفظ سمو الأمير مولاي الحسن وسمو الأميرة لالة خديجة والأسرة العلوية. كذلك منساش نعبر عن فرحتي من الموقف الأمريكي تجاه اعترافه بمغربية الصحراء، والصحراء دائما مغربية، وكذلك انتصار الجيش المغربي في منطقة القرقارات. أما بالنسبة لسؤالكم عن الجديد ديالي، فمن بعد فيلم الوسي اللي مع الفنان القدير عز العرب الكغات اللي الحمد لله خدا جائزة أحسن فيلم قصير سينمائي في مهرجان سيول بكوريا، صورت فيلم جديد اللي منذ شهر دابا بصورته، فيلم إخلاص اللي كيعالج ظاهرة التحرش الجنسي مع الفنان محمد حراقة والفنانة زهور سليماني ومحمد المتوكيل من بطولتي. وكان تجربة جميلة، وخصوصا أن الفيلم كيعالج واحد الظاهرة اللي باتت لا هروب منها. وإن شاء الله مازال كاين جديد آخر في مجال التلفزيون، اللي هذا هو الحلم ديالي اللي كنسعى ليه. وما ننساش نحيي مجلة أصوات على التواصل معي، ونعود نكرر سنة سعيدة على الجميع بالصحة والسلامة والرزق والعافية وطول العمر، وسنة مليئة يا ربي بالأفراح، ويرفع لنا ربي هذا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.